مشاهدينا، أشهرت الجمعية الكويتية للدراسات العليا كجمعية نفع عام، ويأتي إشهار الجمعية خطوة للعناية بالدراسات العليا والتوسع في بحوثها، ويعني خلونا نقول أنها تخدم الجمعية الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية لمواصلة مسيرتهم العلمية وتحسين مستوى برامج المراحل التعليمية. حول هذا الموضوع راح يكون عندنا ضيفنا الدكتور محمد زيد العتيبي، رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا. نقول حياك الله، منورنا مشرفنا دكتور. الله يحييك ويعطيك العافية. وفي البداية أحب أن أشكر برنامج صباح الخير الكويت على هذه الدعوة الكريمة اللي من خلالها نقدر نوضح بعض المفاهيم والنقاط اللي تخص الجمعية الكويتية للدراسات العليا، وتخص أيضا مجلة الجمعية الكويتية للدراسات العليا. بإذن الله. في البداية دكتور، طبعا بارك لكم اعتماد المجلة العلمية للجمعية الكويتية للدراسات العليا، يعني في ISSN اللي هو المركز الدولي لتسجيل المنشورات الدورية. لو تعطينا لمحة عن هذه النقلة النوعية اللي تخدم الأساتذة الأكاديميين الباحثين المختصين، إن هل صار عندنا هذا الشيء يعني مثل ما يقولون approved scientific journal ممكن يلجؤون لحتى الريسيرشرز والباحثين؟ في البداية يعني احنا دائما نقدم من الخدمات يعني على مستوى منتسبين الجمعية، ونبحث عن أرقى المستويات. للأمانة يعني صراحة على مستوى جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من حيث الجمعيات النفع العام والنقابات، اليوم نشوف أن الجمعية أخذت خطوة فريدة من نوعها في إنشاء مجلة وأصدار مجلة إلكترونية علمية لنشر الأبحاث العلمية. وهذه المجلة تم اعتمادها محليا ودوليا من ضمن وتسجيلها في ISSN، هذه المنظمة الحكومية يعني اللي تنظم الأبحاث وتنظم المجلات العلمية. اليوم احنا نشوف يعني نحتاج كثير يعني للأمانة من الباحثين والمهتمين والمتخصصين اللي يكونون دائما أكاديميين يبحثون عن تخدم طبعا المجال الأكاديمي بشكل عام، وخريجين الدراسات العليا تخدمهم في البحث عن وظائف مثلا أكاديمية. التوجه من ضمن شروط طبعا البحث العلمي أو من شروط التعيين لحديث التخرج الأكاديميين أنه يكون عنده مثلا أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية محكمة. أيضا اليوم يعني صراحة يعني مبادرة جميلة، والحمد لله يعني تم إنشاء هذه المجلة. طبعا المجلة ليست تجارية، المجلة بالمجاني، والدخول أيضا للمجلة مجاني من ضمن يعني الدخول إلى جمعية ويب سايت الجمعية، الدخول إلى المجلة ونشر أي بحث علمي، بالتالي له آلية يعني في هذه المجلة. جميل جدا. خلينا نقول الباحثين من الممكن يعرفون السياسات العلمية اللي تقوم عليها هذا النوع من المجلات أو scientific journals، لكن خلينا نقول للمشاهد العام شنو السياسة اللي تقوم عليها المجلة؟ هل هي سياسة خدماتية غير من هذا الأمر؟ نعم، الله يعطيك العافية. سياسة المجلة هي إصدار يعني نموذج أو إصدار المجلة للأبحاث ربع سنوية، كل 3 شهور يتم إصدار ربع سنوي للمجلة. وهذا الإصدار يعني بحيث أنه يكون دائما للباحث الحق في تقديم الورقة البحثية أو البحث في هذا الإصدار، يتم مراجعته مزدوجة، مراجعة مزدوجة. أولا احنا نبحث من حيث نشيك على البحث العلمي، نشوف يعني إذا كان في مثلا نسبة اقتباس بحيث أنه ما يتعدى يعني 15%، وبالتالي يتم إرسالة إلى المتخصصين والمحكمين للنظر فيه من ناحية يعني الإطار المفاهيمي والأهداف ومشكلة البحث العلمي، وتم مراسلة الباحث ومخاطبته. وهذه العملية المراسلة والبحث اللي يكون من خلال البحث العلمي وتعديل بعض التعديلات اللي ما فيه راح تكون ترتقي بالمستوى العلمي والأكاديمي التعليمي اللي يفيد الباحث الناشر أيضا يوصل إلى أكبر عدد ممكن من القراء لهذا البحث. جميل جدا، رائع، يعني يعطيكم العافية دكتور. لو نتكلم عن أبرز المجالات اللي تغطيها المجلة العلمية هذه، خلنا نقول يعني اليوم احنا أسسنا المجلة، ودائما من مميزات المجلة أن تكون متخصصة في مجال معين حتى يكون لها قوة يعني دولية واعتماد قوي احتياج له. فإحنا نقول اليوم كلية العلوم هي يعني بالتخصص الأكاونتينج، التسويق، الإدارة وما شابه ذلك. أحد خريجينها هني ما شاء الله، يعطيك العافية دكتور. حياك الله، إن شاء الله نشوفك باحث بإذن الله قريب جدا، راح تشوفوني باحث بإذن الله. دكتور، لو نتكلم عن يعني حتى الاسم اللي أنت اخترتوه، الاسم الجميل هذا، شلون الأكاديميين والباحثين والمختصين يستفيدون من الموقع هذا اللي هو www.phdmamagazine.net؟ في البداية تساعد طبعا دائما الناشر أو الباحث، خلنا نقول
بالأخص عضو هيئة التدريس يعني خلنا نقول دائما عنده ترقيات تطلب منه مؤسسة تعليمية ترقيات الأكاديمية بحوث. النقل من طبعا تطلب منه بحوث علمية دائما كل فترة حتى ينتقل من مرحلة إلى مرحلة من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك إلى أستاذ دكتور وما شابه ذلك، وأيضا تساعد طلبة الخريجين حديثين التخرج في تقديم على وظائف حديثة مثلا أكاديمية. الفترة الآونة الأخيرة يعني شهر 3 الماضي صار في إعلان للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يعني في احتياج لأعضاء هيئة التدريس في الكليات، ومن ضمن هذه الشروط يكون يعني المتقدم لديه أبحاث علمية ونشر في مجلات علمية محكمة. واليوم الحمد لله يعني وفقنا بعض الشروط يعني طبقنا لبعض الشروط الموجودة حتى نقدر نسهل العملية لبعض الباحثين أو الأكاديميين اللي يبغوا يقدمون على هذه الوظائف. وأيضا يعني هناك الكثير من الاستفادة، يكون يعني هذا تبادل المعرفة، الاستفادة، البحث في هذا التطوير. أيضا دائما ننظر إلى أن الدراسات العليا أحيانا طالب الدراسات العليا في بعض الجامعات يحتاج من ضمن شروط برنامج الدراسي من ضمنه لابد أن يكون يقدم بحث علمي منشور في مجلة صحيح. معتمدة محكمة. وبالتالي إحنا اليوم يعني حاولنا نغطي بعض النقاط للدكاترة أو نقدر نقول الباحثين اللي حابين يعني يخدمون المجال الأكاديمي. وتعتبر هذه دكتور خلنا نقول مساعدة لطلبة الماجستير والدكتوراه، أن بدال لا يلجأ إلى خلنا نقول مجلة تكون عالمية غريبة نوعا ما احنا نبي نسميها، يلجأ إلى مجلة كويتية من الممكن أنها تساندة في نشر أبحاثه أو غيره. فشنو التسهيلات اللي أنتم مقدمينها وبيك تثبت لي على هذا الكلام دكتور للطلبة الباحثين الكويتيين؟ احنا يعني طبيعي أن لما تكون المجلة في نفس البلد سهولة الوصول إليها، سهولة صحيح. المراجعة، التواصل عن طريق مثلا الموقع الويب سايت راح يكون تقديم الطلب بسرعة يعني، وخاصة احنا مجلتنا يعني ما في لها أي رسوم يعني، وسهلة الدخول بحيث أنه يكون الباحث أنه لما يقدم بحث العلمي راح يجد أن في بعض التعديلات عليه، فبالتالي راح يستفيد من هذه التعديلات ويقدمها ببحث علمي مميز، ويستفيد من بعض المحكمين لدينا الحمد لله يعني أستاذ دكتور في بعض المحكمين كذا دكتور يعني ما شاء الله محليا ودوليا، وفي يعني طاقم صراحة يقوم على هذا متخصصين في المجلة. احنا يعني كمدير عام للمجلة أنا ومؤسس لها يبقى الدور يعني الفني والمهني المميز يبقى للعاملين اللي موجودين في هذه المجلة. بالعكس يعني يعطيكم العافية وجزاكم الله ألف خير لأن أنتم قاعدين تقومون بدور جميل جدا. دكتور لو تكلمنا عن المشاريع المستقبلية للجمعية واللي أنتم راح تقدمونها من خلال خلنا نقول يعني 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 كأمور توسعية وغير من هذه الأمور. احنا في البداية خلنا نرجع نقطة شوي مع بعض يعني يعني حطينا شرط للانتساب لجمعية الجمعية الكويتية للدراسات العليا. هذا الشرط يعني الانتساب شوي نوعا ما استغربوا هذا الشرط اللي هو نشر بحث علمي في مجلة علمية محكمة أو تأليف كتاب، وهذا نرى اليوم يرجع بالمجلة العلمية بعد ما بطلنا هذه المجلة العلمية وأصدرناها واعتمدناها. هني دور الأكاديمي يعني لا يغيب دائما عن الساحة البحثية، بحيث أن هذا التطورات العلمية اللي تمر عليه أنه يكون طبعا باحث فيها وعلى دراية في الموضوع. فدائما نقول أنه لابد يعني هذا الشرط يكون موجود، فبالتالي احنا بطلنا أو أصدرنا هذه المجلة لحتى تخدم الجميع وتخدم منتسبينها. وإن إن شاء الله في خطتنا المستقبلية راح نتوسع، اليوم احنا حطينا نشاط معين أو مجال معين عفوا، راح نتوسع إن شاء الله في أكثر من مجلة بحيث أن نخدم جميع القطاعات من تربية من قانون إلى ما شابه ذلك. فإن شاء الله التوسع راح يكون على المستوى القريب، لكن راح ناخذها ستيب باي ستيب، وإن شاء الله في المستقبل راح ننضم إن شاء الله ونسجل في سكوبس ونرتقي في المجال إن شاء الله البحثي. والتوفيق إن شاء الله للجميع المنتسبين للجمعية والعاملين فيها. وانتم اهل لذلك، وبالعكس يعني نتمنى احنا نشوف خلينا نقول الشباب الكويتي وخلينا نشوف وان نشوف الكفاءه الكويتيه قاعده تعطي للمجتمع الكويتي بهذه الطريقه. كل الشكر لك الدكتور محمد زيد العتيبي رئيس الجمعيه الكويتيه للدراسات العليا على العنوه وعلى الجي وعلى هذا الكلام الطيب. الله يعطيك العافيه وشكرا على حسن الاستضافه، ومشكورين وقواكم الله وما قصرتوا. الله يعافيك خليك، تسلم دكتور. ننتقل الى الزميل نجيب القحطاني المتواجد في مشتل العميريه، لكن بعد هذا الفاصل ونبي نشوف ايش سالفه الشتلات وايش سالفه الموسم، خليكم معنا.